بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو غادي نحاول نديرو الطرس ديال النشر والتعميل والمتطابقات العامه. الطرس خاص بالسنه الثالثه اعدادي. اول فقره غادي نشوفو هي النشر. اذا قبل ما نشوفو النشر، اذا عندنا واحد النشاط، عندنا ا بي سي تي مستطيل. المطلوب مننا احسب مساحه المستطيل ا بي سي تي بطريقتين مختلفتين. ثم السؤال الثاني، ماذا تلاحظ؟ اذا لاخذنا الطريقه الاولى، نعلم ان مساحة المستطيل شنو كتساوي؟ كتساوي الطول ضارب العرض. اذا مساحة المستطيل لا سيرفاس، اذا رمزو لها باس ا بي سي تي، تساوي الطول ضارب العرض. اذا الا خدينا الطول ديال المستطيل ا بي سي دي وطول القطعة ا بي، اذا ا بي ضارب العرض ديالها اللي هو بي سي، تساوي، و الا خدينا ا بي شحال هو القياس ديالو؟ هو هاد الضلع يعني جوج سنتيمتر زائد أربعة سنتيمتر، يعني تساوي اثنان زائد أربعة ضارب بي سي للطول ديالها كتساوي ثلاثة. ثم من بعد كنحسبو جوج زائد أربعة شحال اللي هي ستة ضارب ثلاثة تساوي 18 سنتيمتر مربع. هذه بالنسبة للطريقة الأولى. الطريقة الثانية، إذا الطريقة الثانية شنو غادي نديرو؟ وغادي طلعت بان المستطيل فهو مجزأ الى جزئين. غادي نحاول نحسب المساحه ديال المستطيل الاول اللي هو هذا، غادي نسميه مثلا اس واحد، وهذا غيكون عندنا المساحه ديال المستطيل الثاني اللي هو اس اثنان. اذا شنو غتعطينا؟ غتعطينا المساحه ديال المستطيل ا بي سي دي شنو غتساوي؟ تساوي المساحه ديال هذا المستطيل اللي هي اس واحد زائد المساحة ديال المستطيل الثاني اللي هو اس اثنان. والمساحة ديال المستطيل الأول شنو كتساوي؟ يعني الطول ديالها فهو اثنان ضارب العرض اللي هي شحال؟ وبيت يعني ضارب ثلاثة زائد اس دو اللي هو الطول ديالها كيساوي أربعة ضارب، لأن المساحة ديال المستطيل الطول ضارب العرض، بي سي اللي هو ثلاثة أو العرض اللي هو ثلاثة تساوي جوج في ثلاثة اللي هي ستة زائد أربعة في ثلاثة اللي هي 12، ستة زائد 12 اللي هي 18 سنتيمتر مربع. إذا شنو كتلاحظ بالنسبة المساحة ديال المستطيل أ بي سي دي؟ كنلاحظ سواء خدينا الطريقة الأولى أو الثانية، الطريقة الثانية كنلقاو نفس النتيجة. إذا الملاحظة اللي عندنا هنايا بأن إذا خدينا سواء حسبنا 2 زائد 4 وضربناها في الطول، يعني حسبناها الطول أ بي سي ضربناها في العرض طول ا بي ضربناها في العرض بي سي، او لا حسبنا المساحه ديال المستطيل الاول زائد المساحه ديال المستطيل الثاني. اذا الا خدينا المساحه، ملاحظه، اذا خدينا المساحه ديال المستطيل ا بي سي دي شنو هي؟ هي المساحه ديال المستطيل الاول زائد المساحه ديال المستطيل الثاني. المساحه ديال المستطيل الاول شنو هي؟ هي 2 زائد 4 ضارب 3، وهذا شنو كيساوي؟ كيساوي جوج ضارب ثلاثة زائد أربعة ضارب ثلاثة. إذا الهدف ديالنا هو نستنتجو واحد الخاصية لو واحد القاعدة، بأن إذا كان عندنا مجموع ضربناه في واحد العدد شنو كيساوي؟ كيساوي العدد الأول اللي عندنا في المجموع ضارب العامل الثاني زائد العدد الثاني اللي عندنا في المجموع ضارب هذا العامل ولا العامل المشترك. إذا جوج ضارب ثلاثة زائد أربعة ضارب ثلاثة، وهذه العملية فهي كتسمى عملية النشر. اذا شنو هو النشر؟ هو تحويل واحد الجوده، اذا كان عندنا جوده ديال العامل الاول والعامل الثاني، تحويل جوده من جوده الى مجموع. اذا عندنا التعريف، التعريف، اذا النشر هو تحويل جوده الى مجموع او فرق، إذا سواء كان مجموعا أو فرق. إذا النشر هو تحويل جدا إلى مجموع أو فرق، أولا جدا عدد في مجموع أو فرق. يعني القاعدة اللي شفنا، القاعدة بأن إذا كان عندنا أ و بي و ك أعداد حقيقية، إذا كان أ و بي و ك أعداد حقيقية، إذن فإن ك ضارب أ زائد بي شنو كيساوي؟ كيساوي ك ضارب ا زائد ك ضارب ب. نفس الشيء لك عندنا الفرق، ك ضارب ا ناقص ب
هي كتساوي ك في أ ناقص ك في بي. ثم ك في أ زائد بي زائد سي مثلا كتساوي ك في أ زائد ك في بي زائد ك في سي. تم صفة عامة، لأن هذه هي القاعدة الأولى. إذا كان عندنا جداء واحد العدد في المجموعة أو لا فرق، ك ضارب أ زائد بي، إذا ك في أ زائد ك في بي. هنا عندنا ك في أ ناقص ك في بي، هنا ك في أ زائد ك في بي زائد ك في سي. غادي نشوفو مثال. عندنا أ تساوي 4 ضارب إكس زائد 1. إذا اللي كلعبنا الدور ديال ك هو 4، اللي كلعبنا الدور ديال أ فهو إكس، اللي كلعبنا الدور ديال بي فهو 1. إذا شنو غيساوي عندنا؟ 4 ضارب إكس ثم 4 ضارب 1، إذا زائد القاعدة هو 4 في 1. ثم كنحسبو 4 في إكس اللي هي 4 إكس زائد 4 في 1 اللي هي 4. ثم كنحتفظو بهذا المجموع كما هو، لأن ميمكنش نجمعو هذا الحد مع هذا الحد لأنهم غير متشابهين. ثم عندنا بي كتساوي مثلا ناقص 3 زائد 5 إكغيك ضارب ناقص 4. شنو غيساوي عندنا؟ ذلك عندنا الدور ديال ك فهو ناقص 4، إذا ناقص 4 ضارب ناقص 3 ثم زائد ديال القاعدة ناقص 4 ضارب 5 إجري. ناقص 4 في 3 جدا عدد إلى منفي صار اللي هو 12، 4 في 3 اللي هي 12 زائد ناقص 4 في 5 إجري اللي هي ناقص 20 إجري. عندنا مثال واحد آخر، سي كتساوي 7 ضارب 2 إكس ناقص 3. العدد اللي كان الدور ديال ا فهو ديال ك هو 7، اللي كان الدور ديال ا فهو 2 اكس، كان الدور ديال بي هو 3. اذا 7 ضارب 2 اكس ناقص 7 ضارب 3. ثم كنحسبه، اذا 7 في 2 اكس اللي هي 14 اكس ناقص 7 في 3 اللي هي 21. بما ان الحدين ليس بينهما جنس مشترك، اذا كنحتفظ بها كما هو. اذا هذا حرف وهذا عدد ميمكنش نجمعهم، كنحتفظ بها كما هي. ثم من بعد غادي نشوف واحد التمرين التطبيقي هنا انشره بسيط ما يلي. أ كتساوي 2 ضارب إكس ناقص 1، بي كتساوي ناقص 3 ضارب 4 إكس زائد 1، سي كتساوي إكس زائد 7 ضارب 2 إكس، تي كتساوي جذر مربع 3 ضارب ناقص 3 جذر مربع 2 زائد جذر مربع 3، إو كتساوي ناقص جذر مربع 6 ضارب 1 على جذر مربع 2 ناقص 2 جذر مربع 3، إف تساوي إكغيك ضارب 5 إكس ناقص 1، جي كتساوي 2 ضارب 2 إكس زائد إكس في 2 ناقص 4. إذا عندنا العملية الأولى اللي هي أ كتساوي 2 ضارب إكس ناقص 1. إذا اللي كامل الدور ديال ك فهو 2، كامل الدور ديال أ اللي هو إكس، وكامل الدور ديال بي فهو إكغيك. إذا شنو غتعطينا؟ 2 ضارب إكس ناقص 2 ضارب 1 تساوي 2 في إكس اللي هي 2 إكس ناقص 2. ثم كنحتفظو بهاد المجموعة هكا لأن ميمكنش نجمعو. العملية بي اللي هي ناقص 3 ضارب 4 إكس زائد 1. نفس الشيء العدد الذي يلعب دور ك فهو ناقص 3، الدور ديال أ فهو 4 إكس، والدور ديال بي فهي 1. العدد هنا ناقص 3 ضارب 4 إكس ثم زائد هو ناقص 3 ضارب 1. ناقص 3 ضارب 4 إكس اللي هي ناقص 12، جد عدد لهم إشارة مختلفة وعدد سالب، زائد ناقص 3 في 1 اللي هي ناقص 3. ثم العملية C اللي هي إكس زائد 7 ضارب 2 إكس. في هذه الحالة العدد الذي يلعب الدور ديال ك اللي هو 2 إكس، الدور ديال أ فهو إكس، والدور ديال بي فهي 7. شنو غيعطينا؟ 2 إكس ضارب إكس زائد 2 إكس ضارب 7. 2 إكس ضارب إكس اللي هي شحال؟ 2 إكس أس 2، لأن إكس إكس هي إكس أس 2 لأن عندنا القوى، زائد 2 إكس في 7 اللي هي 14 إكس. 2 في 7 اللي هي 14 إكس. ثم دي تساوي، إذا جذر مربع 3 ضارب ناقص 3 جذر مربع 2 زائد جذر مربع 3. إذا هنا اللي كان الدور ديال ك فهو جذر مربع 3، الدور ديال أ فهو ناقص 3 جذر مربع 2، الدور ديال بي هو جذر مربع 3، إذا جذر مربع 3 ضارب جذر مربع 3 تساوي، هذه يمكننا نبسطوها، هي ناقص 3 جذر مربع 2 ضارب جذر مربع 3، تنغيرو الترتيب ديالها، وهذه استعملوا القاعدة هي 3 في 3 تساوي ناقص 3، هنا ندخلو الجذر يعني 2 ضارب 3، استعملوا القاعدة اللي شفنا في الدرس اللي قبل. نجد مربع 3 اللي هي مربع 9 تساوي ناقص 3 جذر مربع 6
زائد جذر مربع 3 اللي هي جذر مربع 9 اللي هو كيساوي 3. هنا يمكن نستعمل القاعدة هي جذر مربع 3 في 3 جذر مربع 3 في 6 مباشرة تأتينا 3، أولا نكتب هذه الطريقة بحال بحال. جذر مربع 6 فهو كنحتفظ بها لأن ما كانتش عندنا ندرس 2 تأتينا 6. ثم عندنا العملية الموالية اللي هي أو ناقص جذر مربع 6 ضارب 1 على جذر مربع 2 ناقص 2 جذر مربع 3. الدور اللي كان العدد اللي كان عندنا الدور ديال ك هو ناقص جذر مربع 6، الدور ديال ا 1 على جذر مربع 2، الدور ديال ب هو 2 جذر مربع 3. اذا العدد ديال ناقص جذر مربع 6 ضارب 1 على جذر مربع 2 ناقص 1 ناقص جذر مربع 6 ضارب 2 جذر مربع 3 تساوي، اذا شنو عطات لنا؟ ناقص جذر مربع 6 على جذر مربع 2 ناقص شنو عطات لنا؟ تولي عندنا ناقص 2 جذر مربع 6 ضارب جذر مربع 3 تساوي، نطبق القاعدة. إذا عطاتنا 6 على 2 ناقص نفس الشيء هنا، عطينا ناقص 2 جذر مربع 6 ضارب 3. هنا يمكن نختزل ب 3 شنو بجوج شنو عطاتنا، لأن 6 مقسومة على جوج اللي هي 3. إذا عطاتنا ناقص جذر مربع 3 ناقص ناقص 2 جذر مربع 18، وهذه يمكن نزيدو نبسطوها. ناقص جذر مربع 3 ناقص ناقص جذر مربع 2 اللي هي عطاتنا زائد 2 جذر مربع 18. كنلاحظ بأن جذر مربع 18 يمكن نكتبوه هنا عفوا 18، ناقص جذر مربع 3 زائد 2 جذر مربع 9 ضارب 2 يساوي ناقص جذر مربع 3 زائد 2 جذر مربع 9 ضارب جذر مربع 2 تساوي ناقص جذر مربع 3. جذر مربع 9 العدد اللي عندي سنة 9 هو 3، إذا 2 ضارب 3 ضارب جذر مربع 2 تساوي ناقص جذر مربع 3 زائد جوج 3 اللي هي 6 جذر مربع 2. بما أننا عندنا جذر مربع 3 و جذر مربع 2 إذا كنحتفظ بها كما هي. ثم عندنا جي تساوي جوج ضارب جوج إكس زائد إكس أس 2 ناقص 4. إذا العدد اللي كان الدور ديال أ فهو 2، هذا الدور ديال الدور ديال ك فهو 2، الدور ديال أ، الدور ديال بي، الدور ديال سي. إذا جوج ضارب جوج إكس زائد جوج ضارب إكس أس 2 ناقص جوج ضارب 4. جوج في جوج إكس اللي هي 4 إكس زائد جوج إيه جوج ضارب جوج ضارب إكس أس 2 اللي هي 2 إكس أس 2 ناقص جوج في 4 اللي هي 8. هنا ما كاين حتى شي حد، هنا ما عندنا حتى شي حد متشابه، إذا كنخلو العملية كما هي. إكس أس 2 هنا عندنا إكس، هنا باش نجمع ضروري خص يكون هنا اكس اس 2 ويكون هنا اكس اس 2 الا بغينا نجمعو لحدين جوج. بما ان عندنا اكس هنا وعندنا اكس اس 2 كنحتفظو بها كما هي. ثم عندنا عملية اخرى اللي هي اف ايكغيك اف تساوي ايكغيك ضارب 5 اكس ناقص 1. العدد اللي كلعبنا الدور ديال ك اللي هو ايكغيك، الدور ديال اف هو 5 ايكغيك، الدور ديال بي ناقص 1. 1 ايكغيك ضارب 5 اكس ناقص ايكغيك ضارب 1، ايكغيك ضارب 5 اكس اللي هي 5 إكس إيكغيك ناقص إيكغيك ضارب واحد اللي هي إيكغيك، أي عدد ضارب واحد فأكيد تساوي العدد نفسه. وهنا ميمكنش نجمعو هاد الحدين بجوج لأن هنا عندنا إكس إيكغيك هادو مرتبطين بجوج يعني حرف واحد، وناقص إيكغيك فهو كيختلف على هاد الحرفين اللي كاينين ولا على هاد الحد، إذا كنحتفظو بها كما هي. وبعدا نكون سالنا التصحيح ديال هاد التمرين الأول. لما فهمت شي حاجة خليها في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله.